أقيمت في الكنائس المحلية في المملكة قداديس إلهية لمنح عدد من أبناء وبنات الرعاية المناولة الأولى والتثبيت. فقد احتفلت رعية العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان بمنح عدد من أبنائها وبناتها المناولة الأولى والتثبيت، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب أنطوني هرمات راعي الكنيسة وحضور جمع من المؤمنين. احتفلت رعية كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار بالقداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بسري المناولة والتثبيت لنخبة من أبناء الرعية. وقد ترأس القداس الذي حضره عدد من المؤمنين المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة الأب مروان حسان راعي الكنيسة. وفي كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في جبيهة احتفلت رعية الكنيسة بأول مناولة وتثبيت، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة والأب سليمان حيفاوي الكاهن المساعد بحضور جمع من المؤمنين. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. نسبحوا الرب العلي. السماوي هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. نسجد للإبن الوحيد هللويا هللويا. وفي محافظة الكرك ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي قداس الأحد الرابع من الفصح المجيد، وذلك في رعية العذراء سيدة الوردية للاتين في مدينة الكرك. عاون سيادته في القداس الأب فارس سرياني خوري الرعية وبمشاركة الأب سامر مدنات والأب سلام حداد.
وخلال القداس منح سيادته سري المناولة الأولى والتثبيت المقدس لثلة مباركة من أبناء وبنات الرعية. وفي عظة القداديس تكلم سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه عندما حل على التلاميذ وكيف سيحل عليهم اليوم، مركزا سيادته على التعريف بسري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قوياً بنعمة سر المناولة ونعمة سر التثبيت لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. لكن أريد أن أؤكد لأننا شهود على ذلك بأن للروح القدس دوراً أساسياً في الكنيسة وفي حياتنا. لما بتكونوا مترددين أي قرار تأخذون أو أي جواب تعطوا في موقف محرج، استعينوا بالروح القدس. الروح القدس يأتي لإرشادكم وتأييدكم وتقويتكم وتعزيتكم. اطلبوا منه بكلمات بسيطة: هلم أيها الروح القدس واملأ عقول المؤمنين وأضرمها بنار محبتك، أو الآية اللي دائما منرتلها: أرسل روحك وتجدد وجه الأرض. إخوتي وأخواتي، أريد أن أهنئ صغارنا اللي اليوم بتقدموا من المناولة الأولى، وأيضاً سيقبلون الروح القدس الموهبة الأولى، وأيضاً مع الروح القدس مواهبه السبعة اللي مرسومة أمامنا: الحكمة، الفهم، العلم، المشورة، القوة، التقوى، ومخافة الله. وهذا الروح اللي يفيض فينا ثماره اللي مكتوبة على الجهة الأخرى: الفرح، المحبة، السلام، الوحدة، الصبر، الأناة، الإيمان. وكل ثمرة روحية هي من الروح القدس.